السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن سجل رقما قياسيا كأطول حكام السودان تربعا على عرش السلطة، غابت شمس عمر البشير مع شروق شمس 11 من نيسان أبريل عام 2019. بدأ العميد عمر حسن البشير مسيرته السياسية نحو قمة السلطة في السودان بانقلاب عسكري قاده عام 1989 على سلطة رئيس الوزراء الصادق المهدي، وشكل بعدها مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني، وما لبث أن تولى منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء معا في نفس العام. وتمر الأحداث سريعا، حيث واجه البشير ملاحقة دولية انطلقت منذ عام 2009 بتهمة ارتكابه جرائم حرب ضد الإنسانية في دارفور، وأطلقت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه. جرى استفتاء جنوب السودان عام 2011 لحسم خلاف وصراع طويل مع السودان، ولتقرير إرادة سكان جنوب السودان تنفيذا لبنود اتفاقية السلام الشامل التي وقعت في نيفاشا بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان التي كان يقودها جون غارانغ في التاسع من كانون الثاني يناير عام 2005. وساد التململ السودان حتى تفجرت موجة تظاهرات واسعة عام 2013 في أوج الربيع العربي ضد البشير بسبب الغلاء وتردي أوضاع الحياة. البشير اختار أن يواجه التظاهرات بالرصاص والقوة، فقتلت أجهزة أمنه عشرات المتظاهرين واعتقلت آلافاً آخرين خاصة من العمال والطلبة. وما لبث البشير أن أعلن عدم نيته الترشح لمنصب الرئاسة في انتخابات عام 2015، وهذا ما لم يفعله، إذ جرت الانتخابات وفاز البشير بولاية جديدة بحصوله على 94.5% من أصوات الناخبين. في نهاية عام 2018 شهدت منصات التواصل الاجتماعي السوداني شعارات رفعها المتظاهرون، تطورت إلى مسيرات احتجاجية كبرى بسبب قرارات رفع أسعار الخبز الصادرة من الحكومة. تواصلت التظاهرات والاحتجاجات في السودان منذ كانون الأول ديسمبر عام 2018 حتى نيسان أبريل عام 2019، وشاركت فيها الكثير من مكونات الشعب السوداني. وبعد ظهر يوم الخميس 11 من نيسان أبريل عام 2019 أعلن وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في إشارة لعمر البشير. مشاهدينا الكرام، السودان بعد 30 عاما من حكم البشير هو عنوان حلقتنا من برنامج حديث العرب، حيث نستضيف فيه الدكتور محمد أحمد الضوينة الأكاديمي والباحث السياسي، والأستاذ محمد الأمين الباحث والأكاديمي، وسيلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الأمين الصحفي والمحلل السياسي. مشاهدينا الكرام، قسم الإعداد أعد لنا هذا التقرير الذي يتناول التطورات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية في السودان بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، فلنتابع. شهد يوم الأحد الماضي تأدية وزراء الحكومة الانتقالية في السودان اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ودعا رئيس الوزراء السوداني إلى ضرورة العمل المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء، منوها بأن المسؤولية مشتركة والكل يعمل لتحقيق الأهداف. حمدوك أزاح الستار عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في أبريل الماضي، ومن المقرر أن تعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين. محللون رأوا أن إعادة الأمن وتحقيق الاستقرار وتطبيق القانون والعدالة الاجتماعية يجب أن يكون على قائمة أولويات الحكومة الانتقالية الجديدة للنهوض بالاقتصاد وإعادة قوة الدولة. على الصعيد الدبلوماسي، التقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، وهي أول امرأة على رأس خارجية السودان، وزير الخارجية المصري سامح شكري في أول نشاط دبلوماسي لها على الصعيد العربي، وبحث الجانبان تدعيم العلاقات بين البلدين. نحرص هذا الجهد. وفي المجال الاقتصادي، فقد أعلن وزير المالية إبراهيم البدوي برنامجه الإسعافي الاقتصادي الذي يهدف لإعادة هيكلة الموازنة والصرف على الصحة والتعليم والتنمية، وخطة إسعافية لتثبيت الأسعار
وتخفيف الضائقة المعيشية عن المواطن ومعالجة أزمة السيولة وقضايا البطالة وإقامة المشاريع التنموية، كاشفاً عن أن البرنامج الإسعافي يتضمن 5 محاور تحاول معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن التحول من العون الإنساني إلى التنمية المستدامة في المناطق 3: جبال النوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان بعد تحقيق السلام. من جهتها، رحبت الخرطوم برفع تعليق عضوية السودان في الاتحاد الإفريقي. القرار جاء بعد ساعات من إعلان حكومة حمدوك، الذي أشار إلى توافق اللجنة على أن يكون الحوار حول السلام مبني على أن المتحاورين لا يمثلان فريقين، إنما شركاء في الوطن وشركاء في التغيير وشركاء في تحقيق الاستقرار بالبلاد. من جانبها، عقدت لجنة إعادة التصور الهيكلي لمفوضية السلام التي كونها مجلس السيادة في السودان أول اجتماع لها تحت إشراف أعضاء مجلس السيادة، وذلك تمهيداً لإصدار مجلس السيادة المرسومة الخاصة بتشكيل مفوضية السلام، مستعيناً في ذلك بعلماء وخبراء في قضايا السلام. إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في برنامج حديث العرب يناقش السودان بعد 30 عاما من حكم البشير. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد أحمد ضوينة، الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بكم دكتور. أهلا بك أخي. وأيضا الأستاذ محمد الأمين، الباحث والأكاديمي. أهلا بكم أستاذ محمد. وأيضا سيلتحق بنا عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الأمين، الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بكم أستاذ عبد الرحمن. نبدأ من دكتور ضوينة. أغلب الناس تتساءل، خاصة في العالم العربي، تتساءل وتشيد في نفس الوقت بالشعب السوداني، بلد بدون حكومة لمدة 5 أشهر طويلة جدا، لكن لم تحصل فيه فوضى أمنية. ما سبب في ذلك دكتور؟ السبب أولا لك أخي محمد صبحي، شكرا. السبب الحقيقي هو أن الشعب السوداني واعي لدرجة أنه يستطيع أن يمسك بزمام الدولة ويحافظ عليها دون أن تنفلت أمنيا ولا سياسيا، والتسامح الذي يوجد بين الشعب السوداني وكذلك استفادته من تجارب دول الربيع العربي التي فشلت في تحقيق أهدافها وأفسدت كثير من الشعوب فيها. هذه التجربة ظلت ماثلة أمام الشعب السوداني، حري به أن يتعظ من هذه التجربة وبالتالي يحافظ على الوطنية. طبيعة الشعب السوداني مجتمع واحد، مجتمع متكامل متراني الأطراف، متنوع ثقافيا وفكريا، ولكن في قلب رجل واحد. بالتالي كان همه الأول والأساس ألا تنفلت هذه الدولة وتخرج من إطارها الأمني والسياسي، وإنما استطاعوا بحنكة وبوعي وبإدراك تام لمسؤولياته كشعب سوداني تجاه وطنه أن يقنع الأطراف التي هي تمثل الحراك الثوري، سواء كان شعبيين أو مدنيين أو عسكريين، في أن يحفظوا أمن الوطن وأن يحافظوا على ثوابت هذه الدولة وأن يجعلوا الاستقرار السياسي لهذه الدولة سريعا وممكنا، وبالتالي الشعب نفسه سهل هذا وهيئ الأجواء الطيبة للاستقرار السياسي. أستاذ محمد، هل كنتم تعولون على وعي الشعب السوداني أم أن القضية الأمنية كانت محكمة للغاية؟ أولا اسمح لي أن أشكر قناتكم الكريمة التي ظلت تتابع أنكثف ما يجري في السودان، لكم الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. وكذلك أهنئ الشعب السوداني بما وصل إليه حتى الآن. في الحقيقة نحن كسودانيين يعني نؤول كما قال الضيف الكريم على وعي الشعب السوداني وعلى ما أخذه من تجارب ما حدث من ثورات في الربيع العربي، وكذلك السودان شهد ثورات كثيرة جدا قبل هذه الثورة. فكل هذا الأمر يعني كون لديه فكرة عامة عن كيفية إدارة الثورات وكيفية الخروج بها إلى بر الأمان. كذلك القضية الأمنية لها دور، يعني الجيش وقف مع الشعب في تلك المرحلة، والجيش والشعب معا قادوا هذه الثورة إلى بر الأمان. ولكن سقطوا قتلى وبعض الجرحى في أثناء الاعتصامات والاحتجاجات، من تحملون مسؤولية ذلك؟ نحن حتى الآن طبعا كما تعلم قبل فترة تم تكوين لجان لتقصي الحقائق، ولكن الشعب السوداني لم يثق أو لم يقتنع بهذه النتائج التي وصلت إليها هذه اللجنة.
طالب بتكوين لجنة مستقلة، وهذه اللجنة المستقلة تضم أطراف خارجية حتى يتم التأكد من عدم حدوث أي تأثير سواء كان من العسكريين أم من المدنيين. لذلك نحن حتى الآن لا نقول يعني من الذي ارتكب هذا الجرم، حتى أن يتم تكوين هذه اللجنة وتصل إلى نتائج حقيقية ثم يتم محاكمة من ارتكب الجرم عن طريق المحاكم، قضية يعني تكون قضية عادلة. نعم، قضية عادلة من دون أي تدخل سياسي. طيب، أنتقل إلى عبر الهاتف الأستاذ عبد الرحمن الأمين، الصحفي والمحلل السياسي. أستاذ عبد الرحمن، مرحبا بكم. مرحبا بكم. أهلا بك أستاذ عبد الرحمن. يعني امرأتان في المجلس السيادي، أربع نساء في الحكومة، لكن هناك من يطالب بأن تكون حصة النساء 50% مناصفة بالرجال، كيف تعلق على ذلك؟ أنتم تعلمون أن ثورة ديسمبر التي انطلقت في 19 من ديسمبر من عام 2018 العام الفائت واستمرت طوال هذه الشهور، كانت في مقدمتها وفي طليعتها النساء السودانيات. هن كنا في أول الرصف، وهن كنا الأكثر مشاركة، وهن كنا الأكثر فعالية، وكنا قدمنا نماذج بطولية حية جدا، ومن ثم فإن تمثيلهن لا يمثل منحة ولا هبة وإنما حقا مستحقا. تمثيل المرأة في السودان ليس جديدا، وإنما نحن عريقون في هذا التمثيل منذ منتصف الستينات العام الماضي. القرن الماضي كانت المرأة السودانية ممثلة في البرلمان، وكذلك المرأة السودانية وصلت إلى قمة المحكمة وكانت عضوة في المحكمة العليا، وكذلك منذ مطلع السبعينات القرن الماضي كانت المرأة السودانية وزيرة. والآن حتى في الجامعات نسبة النساء المقبولات الطالبات المقبولات في الجامعات السودانية يعادلن 70% مقارنة بالرجال، ومن ثم كذلك هم الآن في براوين الحكومة هم يمثلن الأكثرية والأغلبية، ومن ثم فإن هذا التمثيل الذي حدث برغم من أن الماضي يراه متقدما لكن نحن نراه متأخرا ولم يبلغ الشوط الذي نريده. كان الناس يتحدثون في الحد الأدنى أن تمثل النساء بنسبة 40% في كل مستويات السلطة. وعلى كلنا الآن جحفنا على مجلس السيادة بامرأتين وكذلك في مجلس الوزراء بأربع نساء يمثلن تقريبا 20% من التمثيل في مجلس الوزراء، وهذا يمثل أولى خطوات أننا نضع أقدامنا على أعتاب صحيح. ولكن مع ذلك فإن المرأة تستحق تمثيلا أكثر وأكثر بحكم علاقتها ومجاهداتها. نعم أستاذ، لأنها تقدمت أشواطا في كل المسارات في السودان. طيب دكتور محمد، اختيار امرأة لأول مرة على رأس الخارجية السودانية السيدة أسماء عبد الله، يعني هل يتلائم والمرحلة الحرجة التي يمر بها السودان؟ التغيير حقيقة تغيير شامل في كل مناحي الحياة، حتى في سلوكيات الناس، وبالتالي وجود المرأة كان في الثورة كان وجودا لافتا، كان لها أثر ككنداكة في صناعة هذا التغيير. وأظن الحكومة تريد أن تعطي حق لهذه المرأة. صحيح الآن النسبة مناسبة، ولكن إذا زادت عن هذا الحد تكون موضع قلق وتفسير. لكن الآن وزارة سيادية فيها امرأة، أمر الذي دعا له رئيس الوزراء منذ أن جاء أولا، قال لابد أن يضع امرأة في السيادة وكذلك في مجلس السيادة. هذا أمر يخضع للتجربة الآن، وهذه تحدي للنساء اللائي الآن في مجلس الوزراء. في المرحلة القادمة إما يثبتنا أن المرأة قادرة على العطاء كالرجل وقادرة على إدارة الدولة أو تفشل، وبالتالي فشلها يحسب على المرأة ككل وتقل نسبة المشاركة، أو يزيد نسبة مشاركتها في المراحل القادمة إذا نجحت المرأة. المرأة السودانية لها دور كبير في التاريخ منذ الاستقلال، لها دور واضح وملموس في صناعة الحضارة السودانية، في صناعة حتى الشخصية السودانية وبنائها، وفي صناعة دولة متميزة. نتمنى أن يتحقق هذا العمل من أجل دور راسخ للمرأة في المستقبل، وإن شاء الله تم اختيار شخصيات هي لها تجارب ولها معرفتها بالواقع السياسي، نتوقع أن تنجح في تحقيق هذه الأهداف. طيب أستاذ محمد، اللقاء الأول كان للسيدة أسماء عبد الله وزيرة الخارجية مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، ما دلالات هذا اللقاء؟ كما تعلم أن الشعب السوداني والشعب المصري يعني شعب له علاقات تاريخية. نعم. فكل ما يحدث في السودان تتأثر به مصر، وكذلك ما يحدث في مصر تتأثر به السودان. نعم. فهذه الزيارة لها أهمية كبيرة جدا للشعبين.
كذلك نعلم أن يعني بين مصر والسودان هناك عدد من القضايا الشائكة تتعلق بالحدود وكذلك قضايا سد النهضة وغيرها، لكن في هذه المرحلة بالذات مصر هي من الدول الراعية للاتفاق الذي يجري بين الحكومة الموجودة الآن على السلطة والحركات المسلحة. طيب. له علاقة بمشاكل حوض النيل؟ له علاقة هذا اللقاء بتدعيم أو مواصلة الحوار الذي بدأ به البشير وعبد الفتاح السيسي مثلا؟ هذه القضايا وهذه الملفات هي يعني لم تفتح في الوقت الراهن. طيب. لكن هناك يعني الآن في قضايا ملحة، يعني قضايا داخلية وكذلك طبعا بالطبع قضايا خارجية، لكن إن شاء الله يعني هذه الحكومة من أولوياتها أيضا يعني الاهتمام بالقضايا الخارجية. فبعد أن يتم يعني خلال 6 أشهر الفراغ من الاتفاق مع الحركات المسلحة وغيرها، إن شاء الله سوف يتم النظر في هذه القضية إن شاء الله. أستاذ عبد الرحمن، تعتقد أن السيد عبد الله حمدوك هو رجل المرحلة، خاصة يعني نحن نسمع أن له شعبية داخل الوسط السوداني، خاصة أنه رفض منصب وزير المالية في الحكومة السابقة، هل تعتقد أنه الرجل المناسب في هذه المرحلة؟ بالتأكيد اختيار دكتور عبد الله حمدوك رئيس للوزارة جاء بحكم كفاءته وبحكم خبرته وبحكم تجربته، وهو رجل قدم من المنظمات الإقليمية والمنظمات الدولية، وهو رجل كفاءة وخبرة في مجال الاقتصاد وعرفته الإفريقية وعرفته الأمم المتحدة، ثم هو رجل له رؤية، ومن ثم انعقد عليه بإجماع كل أقوى الفريق والتغيير انعقد إجماعها على السيد حمدوك. وعندما قدم قال أنني صحيح لقد اختارتني كالفريق الوحيد، لكني من بعد أن أديت القسم رئيس للوزارة سأكون رئيسا لكل السودانيين. بل واضح في كل الحوارات التي معه أنه رجل صاحب رؤية أخضر، وأنه يعرف كيف يفكر وكيف يدير الأمور وكيف يمرحل برنامجه في السودان. بل واضح جدا اهتمامه جدا على قضية السلام باعتبارها قضية نغوصة وباعتبار أنها قضية مرتبطة بالاقتصاد، لذلك أن 70-80% من مواد داخل السودان تذهب تلقاء الحرب، ومن ثم في إيقاف الحرب هذا يعني توفير هذه الموارد لصالح التنمية ونهضة في السودان. كذلك بدأ واضح جدا أن السيد حمدوك جدا على حل الأزمة الاقتصادية، ومن ثم في إن معاونه الدكتور إبراهيم البدر هو رجل كبير اقتصادي. نعم. ومن ثم فإن الشيخ حمدوك مركز جدا في حكومته على وجه خاص على البرنامج الاقتصادي، اليوم اعلنت الحكومه قبل ايام عن برنامج اسعافي مدته 200 يوم يركز على محاور 5، وبعد ذلك يبدا البرنامج اعاده هيكله الاقتصاد ودفق الحياه في شرايينه. واضح جدا ان الشيخ حمدوك كما قال هو اننا في السودان نعيش شهر عسل، أن كل الدول الآن تعمل في التعاون مع السودان، ومن ثم هو يريد أن ينتهي هذه السادة. قبل أيام كان قد قدم إلينا وزير ألمانيا، ومن بعد وزير خارجية فرنسا، وقدم إلينا وزير خارجية مصرية، وقدم مندوب من البنك الدولي، ومن ثم الدنيا كلها التي كانت مقاطعة لنا باتت اليوم في السودان تريد أن تمد اليد معاونة لنا. طيب دكتور محمد، بحسب المراقبين للشأن السوداني، تعتقد أن الطريق وعرة جدا، خاصة هناك من يقول أن السودان يوجد فيه خلايا نائمة أو الخلايا الخاملة، في إشارة إلى حزب المؤتمر الوطني الحاكم السابق، وبالتالي يجب على الشعب السوداني أن يحمي الثورة؟ هل تعتقد ذلك أن الطريق وعرة جدا؟ وعر حقيقة، لكن ليس من جانب المؤتمر الوطني. أنا لا أعتقد أن المؤتمر الوطني يستطيع أن يشكل متاريس لإعاقة عمل الدولة، لا سيما وهذا المؤتمر استسلم تماما الآن إلى الأمر الواقع، وعرف أن هنالك تغيير تم بإرادة شعبية كبيرة جدا، والثورة أسقطت النظام، وبالتالي هذا أمر واقع، وهم كإسلاميين أو كغيرهم احترموا هذا الواقع، احترموا إرادة الشعب السوداني، وبالتالي تراجعوا عن الساحة، وأعلن رئيسهم أمس بروفيسور غندور أنهم لن يتدخلوا تدخلا سالبا في المرحلة الانتقالية، وإنما يعدون أنفسهم لمراجعة التجربة وبيان السوالب التي حدثت، و يعالجون الأمر للانتخابات القادمة، يستعدون للانتخابات تعتقد رجوع حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا مشارك في الحكومة الجديدة أو الحكومة التي تليها مثلا؟ لا يستطيع أن يشارك في الحكومة الانتقالية. طيب.
لكن بعد الانتخابات من حقه أن يشارك في الانتخابات ويتقدم للشعب السوداني ويعلن أنه ذا تجربة جديدة وإرادة جديدة ورؤية جديدة، استفاد من تجاربه السابقة في بناء حزب بمفهوم جديد، وبالتالي هذا أيضا يقتضي أن يشجع لمحاربة الذين أفسدوا في عهده والذين قاموا بعض التجاوزات. هذا يصحح كثير من المفاهيم عند الناس الآن، لكن الطريق الوعر الذي ينتظر الحكومة الآن ليس من قبل أي خلايا نايمة أو أطراف أخرى، وإنما تحديات تعقيدات أوجدتها الظروف السودانية، سواء كان اقتصادية أو سياسية أو علاقة السودان بدول أخرى وقائمة دول راية الإرهاب والحظر والمشكلة معاش الناس وقضايا السلام. هذه التحديات كلها ملفات معقدة وكبيرة جدا، تحتاج إلى بصيرة نافذة من الحكومة وتحتاج إلى اتحاد قوي بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، ولا يكونوا شركاء متشاكسين حتى يضروا بهذه المرحلة الانتقالية. الآن هم مراقبون مراقبة قوية من الشعب السوداني ومن الذين صنعوا الثورة، وبالتالي أي خلل يحدث إرباك في الساحة السياسية يمكن إسقاطهم. أستاذ محمد، هناك من يرى أن هناك اختطاف للثورة السودانية من قبل قوى الحرية والتغيير ومن قبل المجلس العسكري الذي كان سابقا هو اللجنة الأمنية للبشير. يقولون اختفى البشير وظهر المجلس العسكري، ماذا تقول في ذلك؟ أولا أقول في ذلك أن يعني رغم التحفظات التي يقولها البعض، لكن يعني ما تم الوصول إليه الآن هو أفضل ما يمكن الوصول إليه الآن. طيب. يعني طبعا هذا يعني لصعوبة المرحلة. إن كان هناك الجيش وحده هو اللي يحكم، يعني كما كان مع المجلس العسكري. طيب. أو إذا كانت حرية التغيير هي وحدها تحكم، ربما يكون هناك اتهام، لكن ترى أن هناك تجانس ما بين يعني هناك تركيبة ما بين المجلس العسكري وما بين الحرية والتغيير. طيب. كذلك الحرية أو الحكومة التي تم تكوينها الآن، حكومة أو الوزارات التي تم تكوينها الآن، هي حكومة تقرض، يعني ليست لها علاقة بالسياسة. طيب. ولا ليست لها علاقة أيضا بالحرية والتغيير ولا بالمجلس العسكري. طيب. إذن هذه التوليفة تم تكوينها للعبور بهذه المرحلة وليست لها علاقة بالاختطاف. طيب. أستاذ عبد الرحمن، الأستاذ محمد تطرق إلى حكومة تكنوقراط. هناك من يقول أن التكنوقراط ليس الخيار الأنسب في هذه المرحلة تحديدا، لأن البلاد تحتاج إلى رجل سياسي، لأن منصب الوزير هو منصب سياسي، وبالتالي لابد من سياسة اقتصادية أن يكون الرأي السياسي والأدوات تكنوقراط. هل تتفق مع هذا الطرح أستاذ عبد الرحمن؟ تماما، أنا أتفق مع هذا الطرح، وأعتبر أن هو الطريق الصغير ظلمت نفسها حين علمت نفسها بأن لا تمثل بسياسيها في هذه المرحلة، وكذلك حين علمت نفسها بأن لا يمثل قد تفاوض مع الآخرين أن يمثل في مؤسسات الحكم الانتقالي. أنت تعلم أن الكفاءة وقدرة وحدها دون أن أصحابها حس سياسي ربما هذه تمثل خصما ولا تمثل إضافة. ومع ذلك صحيح أنه حين التنزيل وحين التطبيق وحين الاختيار ربما وجدت قوة الحرية والتغيير عصيا عليها أن تكتفي فقط بالكفاءة والقدرة والتكنوقراط دون أن يسحب ذلك تمثيل سياسي، ومن ثم بدأ أن هناك ربما حياة تسلل لسياسيين دخلوا على الحكومة. أنا أعتقد أن هذه الحالات محمودة وليست مثلا محل قطع أو دم، لذلك أن السياسيين أقدر وأجدر على أن يديروا الأمر مثل ما قلت أنت، عن الكفاءة والخبرة وحدها مجردة من الحس السياسي ربما لا تمثل إضافة، بل ربما كانت خصما على مؤسسات المرحلة الانتقالية. دكتور محمد، التركيبة الحكومية تراها مناسبة؟ هل هي فعلا حكومة تكنوقراط؟ والله حقيقة هذا الأمر تقييمه نسبي ليس كاملا. كنا نتوقع أن تكون حكومة كفاءات مستقلة بنسبة 100%، لأن المرحلة تتطلب ذلك، باعتبار أن أي صراعات أو محاصصات حزبية قد تؤدي إلى تعويق العملية، وبالتالي تؤدي إلى تداخل كثير من الأحزاب، والأحزاب السودانية لها تاريخ طويل من الصراعات السياسية. الحكومة فيها بعض التحفظات من بعض الشخصيات، ولكن أظن الشعب السوداني يريد أن يقضي هذا الأمر للتجربة. صحيح هنالك بعض السياسيين، تحفظات من أي نوع دكتور؟ يعني بعض الوزراء يعني صرحوا بعض التصريحات من بداية تكويناتهم، تصريحات قد تكون معارضة لبعض الثقافة السودانية والتقاليد السودانية والإرث السوداني. هذا موقف. أيضا موقف آخر، بعض الذين كانوا من ضمن لجان التفاوض أصبحوا الآن وزراء، هذا أيضا يؤثر سلبا على مشاعر الشباب الثوري الذي يرى أن
لابد أن نكون بعيدين من تشكيل الحكومات، وإنما نراقب نحن ونتابع عن كثب سير هذه الحكومة. لكن الآن التجربة هي التي تبين مدى قدرة هؤلاء الوزراء وكفاءتهم في الميدان. يعني الشعب السوداني مستعد بعد 30 عاما من حكم البشير أن يخوض تجربة جديدة يعني تحت المجهر؟ الفترة الانتقالية تجربة حقيقة، لأن كل الوزراء، لكنها 3 سنوات دكتور، كل الوزراء ليس معروفين، كل الوزراء ليس معروفين من قبل، أول مرة يظهروا على المشهد السوداني بأكملهم، يعني حتى في المجلس السيادي وفي مجلس الوزراء. نعم. وبالتالي لا يستطيع الشعب السوداني أن يقيم هؤلاء الناس لأنه لا يعرفهم عن قرب، فبالتالي الأمر يحتاج إلى تجربة، وهذه التجربة ستكون قصيرة لأن هنالك مفاوضات سلام. هذه ستغير شكل الحكومة في المرحلة القادمة. الحركات ستأتي وتدخل في التشكيلة بتاعت الدولة كلها سواء كان سيادة أو وزراء، وبالتالي في هذه الفترة الشعب السوداني يكون وقف على كفاءة هؤلاء الرجال، وبالتالي يستطيع أن يشير إلى حكومة مختلفة أو كفاءات بطريقة أفضل. أستاذ محمد، ما دمنا نتحدث عن الشأن الاقتصادي في السودان، وزير المالية والتخطيط أعتقد إبراهيم البدوي أعد برنامج سماه الإسعاف الاقتصادي للسودان، مدة هذا البرنامج هو 200 يوم، وقال، دعني أقرأ لك لهنا، هدف هذا البرنامج تثبيت أسعار السلع الأساسية، خفض معدلات التضخم، تقليل البطالة، تدريب الشباب على الثورة الرقمية. هل الحكومة الانتقالية التي مدتها 3 سنوات قادرة على أن تحقق مكسبا أو يعني أن تحقق شيئا على أرض الواقع، خاصة السودان يمر بوضع اقتصادي صعب حاليا؟ نعم، المسألة الاقتصادية هي من أولويات الحكومة الانتقالية. يعني هناك أولويات كثيرة جدا من ضمنها عملية السلام وكذلك الاقتصاد. طبعا في هذه المرحلة يعني لا يمكن أن نقول بأننا نتحدث عن سياسات بعيدة المدى في الوقت الراهن، ولكن يجب أن تكون هناك يعني سياسات إسعافية قصيرة المدى وسياسات بعيدة المدى. الآن كما قلت يعني السودان يعني خرج من مأزق، أو من يعني هو لم يخرج حتى الآن، ولكن يحاول أن يخرج من الوضع المتردي الذي فيه. طيب. هذه الخطة التي وضعها نتفق معه تماما، لكن يعني الخطة القصيرة المدى كما قال يعني تتعلق بالسلع، وكذلك نرى هناك أن بعض الإجراءات التي يعني تم اتخاذها في هذا الأمر، وكذلك ما يتعلق بالسياسات الخارجية، مثلا رفع السودان من قائمة الدول الرابعة للإرهاب. طيب. وكذلك يعني جذب الاستثمار، كل ذلك يساعد في تحسين الاقتصاد السوداني. لذلك يعني في هذه المرحلة نعم يعني لابد من وضع سياسات اقتصادية قصيرة المدى تحقق المرحلة اللي هي 3 سنوات، وكذلك تمهد للحكومة التي تأتي ما بعد يعني 3 سنوات، تكون يعني الخطة استراتيجية، تكون أرضية. نعم، تكون أرضية، وتكون هناك خطة استراتيجية واضحة تتبعها خلال المرحلة القادمة، ويكون السودان يعلم يعني ما هي الخطة التي يتبعها بصورة واضحة. طيب أستاذ عبد الرحمن، البرلمان سيكون بالانتخاب لا بالاختيار، لكن عندما نقرأ أن 65% أي ما يعادل 200 من قوى الحرية والتغيير مقابل 35% 100 نائب من بقية الأحزاب، لكن البعض يصف هذه التشكيلة بأنه تعيين وليس اختيار. صحيح المسألة، لأن الحكم انتقالي ولأنه ما ليس بالوسع يعني انقاذ، ولأن كل المؤسسات قائمة على التعيين. طيب. ولأن القياد قد انعقد لقوى الحرية والتغيير، ولا يجب أن تم التوافق في الوثيقة الدستورية على أن يشكل المجلس التشريعي بعد 6 أشهر. وقع خلاف، قوى الحرية والتغيير كانت ترى أنه ينبغي أن يمضي الاتفاق الذي كان قائما بحيث يكون لها 67% من عضوية المجلس التشريعي، وأن تكون 33% للقوى السياسية الأخرى، لكن العسكريون حينها ثبتوا وقالوا أن هذه النسبة ينبغي أن تكون قابلة للمراجعة، حتى لو خضعت للمراجعة ربما تكون 50% للقوى الحرية والتغيير، يعني القوى الكفاح المسلح. تم
نعم. فإن القلم ستكون لحقوق الحرية والتغيير داخل المجلس التشريعي. نعم. بدأ واضحا كان المجلس العسكريين في بداية أمرهم كانوا أرادوا أن يقولوا أن هذه نسبة كبيرة جدا، لكن المسيرات الشعبية الهادرة التي خرجت مؤيدة وممتازة في الحرية والتغيير حسمت الأمر وحسمت النسبة لصالح حقوق الحرية والتغيير. طيب مشاهدينا الكرام، استاذن ايضا ضيوف الكرام، سنذهب الى انفوجراف يرفدنا بالتطورات السودانيه الحاصله بعد 30 عاما من حكم البشير، فلنتابع. اصدرتم سيادتكم بتعيين السيد الدكتور عبد الله ادم حمدوك ادم رئيسا لمجلس الوزراء الانتقالي. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم من جديد في برنامج حديث العرب. نناقش هذا الأسبوع السودان بعد 30 عاما من حكم البشير. دكتور محمد، تعتقد أن رئيس المجلس السيادي السيد عبد الفتاح البرهان سيدع الحكومة تعمل دون وضع شروط أو إملاءات عسكرية أو سميها ما شئت؟ هل بالتأكيد يعني سيدع الحكومة تعمل براحتها؟ وبدأ هذا العمل أولا هو حينما رفعت له قائمة الوزراء في مجلس السيادة، لم يغيروا كثيرا ولم يتدخلوا في تكوينات أو في ترشيحات قوى الحرية والتغيير. هذا دليل على أنهم يريدون أن يتركوا المدنية تمضي بدون بأريحية. ما الضمن في ذلك دكتور؟ الضمن في ذلك كما قلت لك إجازة قائمة قوى الحرية والتغيير بدون تدخل. وكذلك هناك وزير أجيز في مجلس السيادة ولكن تخلى عنه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، لم يعلنه. كان ممكن لمجلس السيادة أن يحتاج لهذا الأمر لأنه أجيز، ولكن بسماحة المجلس تركوا الأمر، والآن ربما يعالجون هذا الأمر بطريقة سوية. كذلك سعي المجلس السيادة على تحقيق القضاء أو العدالة في هذه المرحلة، هذه أيضا واحدة من مطالب الثورة وواحدة من أجندة قوى الحرية والتغيير. وبالتالي الآن مؤشرات كلها تدل أن مجلس السيادة أو العسكر داخل مجلس السيادة حريصون على الوطن، وأكدوا ذلك منذ بداية الثورة، وبالتالي نتعشم في أن يستمر هذا الموقف ويسند الحكومة السودانية ويتيح لها المجال الواسع لتعمل. لكن الواقع هو الذي يقف أمام تحديات هذه الحكومة والذي يصنع المشكلات الكبيرة والتعقيدات. تحتاج إلى إرادة قوية من هذه الحكومة، وأن يفرغوا عقولهم من التفكير في الخلايا النائمة، في ثورة المضادة أو نظرية المؤامرة نعم. هذه شعارات كلها تحبط العمل وتؤخر الأداء، وبالتالي تصرفهم عن الجادة الحقيقية. يجب أن يركزوا على مشكلات الدولة الحقيقية. أستاذ محمد، يعني كيف يمكن تثبيت حكم ديمقراطي في السودان والمحيط الإفريقي وحتى المحيط العربي لا يساند التطور الديمقراطي أو الخطوة الديمقراطية؟ كيف يمكن ضمان بأن يكون في السودان حكم ديمقراطي والعالم العربي والإفريقي لا يؤمن بحرية بالديمقراطية؟ هذه من المسائل الشائكة جدا، المسائل الصعبة جدا، والتي يعني سوف تواجهها الحكومة الانتقالية خلال فتراتها القادمة. لكن هذا الأمر يعني هو صعب المعالجة، ولكن يمكن معالجته من خلال يعني تكوين هذه الحكومة. نعم. هذه الحكومة التي تم تكوينها هي عبارة عن مرآة يرى جميع السودانيين أنفسهم فيها. طيب. هذا يعبر عن ماذا؟ يعبر عن رضا الشعب السوداني عن حكومته والوقوف خلفها. وقوف الشعب مع الحكومة هذا الأمر يمكن الحكومة من الانتقال بالسودان إلى بر الأمان. طيب. كذلك السياسة الخارجية يجب أن تكون سياسة متوازنة تقوم على مصلحة السودان أولا وليست على المحاور. هذا الأمر كذلك يبعد السودان من الشبهات، كذلك أن يكون رفض
تام لجميع التدخلات. كذلك هناك امر يتعلق بالدعم الخارجي وغيره. سئل حمدوك من قبل يعني ان كان يعني سوف يكون هذا الدعم يعني من قبل دول معينه او من قبل الصندوق النقد الدولي وضع بعض الشروط، ولكن ذكر بان هذه الحكومه تعتمد على الامكانيات السودانيه اولا. اذا نحن نريد في الاول ان نعتمد على ذاتنا من دون تدخلات خارجيه، وان حدثت وبالتالي يكون القرار سوداني بحت وليس نعم متاثرا ب القرار السوداني والحكومه تنفذ ما يطلبه الشعب. وان راى الشعب بان هذه الحكومه تريد ان تختطف امر ما او تريد ان تميل الى محور ما او كذا، فالشعب السوداني سوف يخرج ومن يرضى بذلك. طيب أستاذ عبد الرحمن، هناك من يرى أن بإمكان حكومة حمدوك التوصل لاتفاق مع قوى الكفاح المسلح. طبعا قوى تحرير السودان رفضت المشاركة أو رفضت الاتفاق. عبد الواحد محمد نور كان على رأس قوى تحرير السودان، لأن قضايا السودان حقيقية وقضية شعب بأكمله. كيف تعلق على ذلك؟ أنت تعلم الآن ارتباط مواتي للتوصل إلى سلام، ذلك أن الثورة بعثت الأمل في نفوس أهل السودان جميعا، وكذلك عززت الثقة فيما بينهم، ولأن القضية هي بالأصل هي قضية تهميش وقضية تنمية غير متوازنة وقضية قسمة غير عادلة للسلطة والثروة في السودان صاحبتنا منذ الاستقلال، وكذلك لأننا منذ الاستقلال فشلنا وعلى مدى 60 عاما وأكثر بأن نخط دستورا يمكن لكيف يحكم السودان بدلا من المواجهات والمشاكسات كانت دائما من يحكم السودان. الآن كل الحركات أقبلت، تم توقيع اتفاق إطاري أسس لضرورة وقف عدائيات شامل، وكذلك أسس لإسقاط كل المحكومية في مواجهة المحكومين، وكذلك إسقاط صراح الأسرى، وكذلك أمر السفر، وكذلك تعجيل إعلان حكام الولايات، وكذلك تعجيل المجلس التشكيلي تكوين المجلس التشريعي حتى يتسنى تمثيل قوى الكفاح المسلح بعد السلام. عبد الواحد الآن ربما يظهر عكس التيار، أنت تعلم الآن المنطقة كلها مع استقرار السودان مع تحقيق السلام، الأرض نفسه هو الآن حريص على تحقيق الاستقرار والسلام في السودان، ذلك أن المنطقة من حوله كلها غير مستقرة وما يجد الفوضى، تعلم أن الجنوب ما زالت تضرب حالة القحط ومالي وكذلك أفريقيا الوسطى، وكل انتشار الفوضى يمثل طريقة للحركات التي تهدد القرب في مصالحها، حركات القاعدة وحركات بوكو حرام وحركات داعش وما إلى ذلك. إن السودان اليوم يجد نفسه مسنودا من المجتمع الدولي، وكذلك يجد رغبة من الحركات المسلحة في أن تنقرض. الآن عبد الواحد لديه جيوب صغيرة في جبل مرة، لكن صحيح أنه يملك الناجحين التي تمثل تعتقد أن عبد الواحد محمد نور يعني مؤثر في المشهد السوداني السياسي؟ بالتأكيد معسكرات الناجحين تدين بالولاء لعبد الواحد محمد نور، وهذه معسكرات بها آلاف، وهؤلاء يمثلون عنوان الحاج تحرم الاستقرار في السودان، وهؤلاء يطلبون ان تقام لهم قرى امنه حتى يتمكنوا من العوده الى قراهم الامنه، وكذلك ان تجرى مصالحات وان تدفع لهم تعويضات. لكن تقديري انا الان اذا كل هذه الحركات قوى الكفاح المسلحه انخرطت، وعبد الواحد يجد نفسه محاصرا من كل المجتمع الدولي. طيب. ولن يجد مناصا من ان ينخرط ويكون جزءا من العمليه السلميه في السودان. طيب دكتور محمد، هناك ملايين النازحين في معسكرات دارفور وايضا النيل الازرق وجبال النوبه. البشير في اثناء حكمه قام بطرد المنظمات الاغاثيه، تعتقد ان الحكومه الجديده المشكله ستفتح الباب امام المنظمات الاغاثيه والامميه للاطلاع اكثر على الواقع السوداني؟ بالطبع، وهذه كانت واحده من وسائل تهيئه الاجواء للتفاوض مع الحركات، ان هنالك تتاح مسارات للمنظمات حتى تغيث اهلنا في جبال النوبه او في مناطق النيل الازرق. وبالتالي نتوقع انفراجا كبيرا في مسار اللاجئين والنازحين والمتضررين والمهمشين، والوثيقه اهتمت بهذا الامر اهتمام مباشر. والان حركات تتفاوض في جوبا، ومن بين اولويات اجندتها هذه القضيه. اظن سيكون هنالك اتفاق كامل
ستعود هذه المعسكرات إلى الداخل ولا حاجة إلى إغاثة، وستكون هنالك انفتاح الحكومة نفسها والشعب السوداني نحو المناطق التي تضررت من الحرب ومناطق النزاعات في الحدود، سواء كان في ولايات جنوب كردفان الأزرق أو دارفور. وبالتالي نتوقع أن يهب الشعب السوداني كله لتوقيع اتفاق سلام شامل عاجل في أسرع وقت، وبالتالي ينهض الشعب نحو دعم هؤلاء المتضررين كلهم وإعانتهم، وبالتالي لا يحتاج الأمر إلى إغاثات خارجية. شعب كفيل بأن يحمي شعبه ويعين شعبه. فقط الذي يزعج هو وجود عبد الواحد خارج الحلبة، خارج المشهد، ولا نرى مبررا واحدا يجعل عبد الواحد أن يكون خارج المشهد الآن، لأن إذا كان صراعه مع النظام السابق فالنظام قد انتهى، وإذا كان يعالج قضايا المهمشين واللاجئين، حركات دارفور كلها تعالج هذا الأمر والوثيقة عالجت هذا الأمر، إلا إذا كان له قضايا ذاتية أو إثنية مثلا. لكن لا يوجد رجل وطني عاقل في هذا المرحلة بعد الثورة والتغيير أن يظل خارج المشهد السياسي، وبالتالي يصارع في قضايا ليست أساسية أو يكون له أجندة خارجية، هذا شيء آخر. طيب، لكن لو وطني غيور يجب أن يأتي إلى السلام. أستاذ محمد، على ذكر الوثيقة التي ذكرها الدكتور محمد، في 17 أغسطس شهد هذا اليوم توقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، وبالتالي تم إلحاقها بوثيقة الإعلان الدستوري. لكن هناك من لا يجد فرقا في مسألة، في خاصة في بنده الأول بشكل خاص، هو تعيين مجلس السيادة وحل المجلس الانتقالي. يعني هناك من يرى أو يقول بأنه تبادر أدوار ليس إلا. لا، الأمر يختلف تماما. طيب، بعد التوقيع على هذه الوثيقة تم حل المجلس العسكري. طيب، وهو المجلس الذي يعني ممكن أن نقول هناك توجس منه من عملية اختطاف الثورة كما قلت في السابق. طيب، لكن بعد توقيع هذه الوثيقة تم تكوين مجلس سيادي. طيب، المجلس السيادي يضم مدنيين ويضم عسكريين، بل يضم 5 مدنيين و5 عسكريين زائد 1 مدني. طيب، كذلك تم تكوين مجلس الوزراء، والآن نحن في الطريق لتكوين مجلس تشريعي. إذن هناك فرق كبير جدا قبل التوثيق، قبل التوقيع على الوثيقة وبعد توقيع التوقيع. يعني هي العملية ليست تبادل أدوار، إنما هي عملية تحقيق يعني ما تربو إليه هذه الثورة. يعني مرحلة تكاملية وليس تبادل أدوار. يعني عندما يعني انتهى المجلس الانتقالي وبالتالي واتى المجلس السيادي، هو مكمل وليس تبادل ادوار مع بعضهم البعض، تعتقد ذلك؟ طبعا كما تعلم ان الحريه والتغيير يعني في البدء، في بدايه الثوره، طالبت بان تكون هذه الثوره باكملها يعني، او الحكومه باكملها حكومه مدنيه. لكن وفقا للظروف وما تطلبه المرحلة، تم قبول عدد محدود من العسكر. طيب، الآن ما تم تكوينه هو 5 من العسكريين. هناك فقط 2 من العسكريين الذين تم إعطاء المجلس العسكري أو العسكريين الحق في اختيارهم ليكونوا جزء من الحكومة التي تم تكوينها مع حمدوك، اللي هما وزير الداخلية ووزير الدفاع. ما عدا ذلك الأغلبية هي للمدنيين. طيب، أستاذ عبد الرحمن، تعتقد أن حكومة حمدوك، هناك من ربما غير متفائل يعتبرها بأنها ربما تكون تدشين لحكومة مركزية تقود السودان 30 عاما أخرى، هل أنت موافق مع هذا الطرح، تتفق معه؟ بالتأكيد لا أتفق مع هذا الطرح. حكومة حمدوك أنجبتها ثورة شعبية، وثورة شعبية هذه كانت اللافت فيها، هذه هي الثورة الثالثة في تاريخ السودان المعاصر. اللافت في الثورة الثالثة أنها خرج فيها كل أهل السودان في كل مناطق السودان، ولأجل ذلك كان الحرص دائما على ضرورة أن يمثل مجلس السيادة وأن يكون صورة لكل أهل السودان، وكذلك مجلس الوزراء. كذلك الوثيقة السودية عالجت كل القضايا. أصلا هذه الثورة مرتبة تماما قضيتها المركزية الأولى، معالج قضية السلام، وأنت تعلم أن قضية السلام هذه تعالج قضية الحرب، وتعلم قضية الحرب أساسا إنما نهضت على قاعدة التهميش وعلى قاعدة التنمية غير المتوازنة وعلى قاعدة
القسم غير العادل في السلطة والثروة، ومن ثم فإن حكومة حمدوك تمضي أول ما تمضي لمعالجة هذه القضايا، وفي هذا بأنها تنهي سلطة المركز على السودان، ومن ثم تفتح الباب واسعا لكل المحمسين لكل أهل السودان يمثلوا وأن تكون السلطة مشاعة بين أهل السودانيين. يعني دكتور استاذ عبد الرحمن بعجاله لو سمحتم، تعتقد خروج السودان الى بر الامان يبدا بالاولويه للمصالحه بالسلام والمصالحه ام بالاصلاحات الاقتصاديه؟ بعجاله لو سمحتم. بالتاكيد الاولويه الاولى للسلام لان وقف الحرب بالتاكيد انعكس على معالجه الازمه الاقتصاديه. طيب دكتور محمد، هل ستحدث مشاكل بين المجلس السيادي يعني بين المدنيين والعسكريين، أم سنشهد تجانسا وتكاملا بين الطرفين؟ حتى الآن يوجد انسجام وتكامل بين الطرفين، لكن طبعا نتوقع دائما في الأعراق السياسية توجد خلافات هنا وهناك وصراعات هنا وهناك، لكن القضية قدرتهم على مواجهة هذه الصراعات ومعالجة هذه الأزمات. القضية ليست أن تحدث مشكلة، ممكن تحدث مشكلة، لكن كيفية معالجة هذه المشكلة وكيفية السيطرة على هذه الأزمة حرصا على الوطن حرصا على الشعب السوداني، هذا هو المعيار الذي نقيس عليه. الآن لا توجد مبادئ، ولكن هنالك كثير من الأشياء والإشكالات في الساحة السودانية تؤدي إلى مصارعات، خاصة فيما يلي المحاكمات، فيما يلي محاربة الفساد، فيما يلي إقصاء بعض الأحزاب وبعض الجهات، فيما يلي يعني الدولة العميقة التي يجعلونها شعارا الآن يحاربون الناس، ربما يأخذون الناس أبرياء على حين غرة، وبالتالي هنا المجلس السيادي يعتبر نفسه راعي للشعب السوداني ولحقوقه، يمكن أن يتدخل، تحدث خلافات هنا وهناك في هذه الإطارات، لكن مصلحة الوطن عامة، قضايا الاقتصاد الكلي، قضايا السلام، كلها قضايا لا خلاف حولها لأنها مصلحة كلية ومصلحة عامة. سنأتي على الإجابات المختصرة أستاذ محمد. الحل الأنجع في السودان يعني اختزله البعض بنقطتين، هما الوحدة والتكاتف، لكن من يصنعهما؟ المجلس السيادي، المدنيين، أم الشعب؟ الكل. لابد أن يكون هناك تكاتف ما بين الشعب وبين الهياكل المختلفة للحكومة، لابد أن يكون هناك تجانس وهناك وحدة وهناك يعني إلفة ما بيناتهم وهدف واحد اللي هو بناء السودان. طيب أستاذ عبد الرحمن، أنت مع المصالحة مع حزب المؤتمر الوطني أم مع المحاسبة، أم المحاسبة ومن ثم المصالحة؟ بالتأكيد نحن لسنا مع الإقصاء، لكن من أجرم لا بد أن يحاسب ولا بد أن يحاكم، ومن ثم لا نحاكم الناس على بطاقاتهم الحزبية، لكن نحاكمهم على ما اقترفت أيديهم من آثام. طيب أستاذ عبد الرحمن، في سؤالي الأخير لحضرتك، خيار موفق أن تكون الزيارة الأولى لعبد الله حمدوك لجنوب السودان، هل وفق في ذلك؟ بالتأكيد، أنت تعلم أننا كنا وطنا واحدا وبيننا تاريخ ووجدان مشترك وبيننا حدود ما تمتد إلى 2000 كيلومتر وبيننا قضايا ما تزال عالقة وبيننا خلافات في الحدود وبيننا حركات كانت تقيم هنا وتقيم هناك، ومن ثم فإن الحمد لله قد وفق تماما فأن يقدر زيارته الأولى إلى جوبا عاصمة الدولة جنوب السودان. شكرا جزيلا. في نهاية هذا الحلقة من برنامج حديث العرب لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والعرفان إلى الدكتور محمد أحمد ضوينة الأكاديمي والباحث السياسي، شكرا جزيلا لكم، وإلى الأستاذ محمد الأمين الباحث والأكاديمي، شكرا جزيلا، وإلى الأستاذ عبد الرحمن الأمين الصحفي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك سيد الكريم. مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، نلتقيكم في الأسبوع المقبل من برنامج حديث العرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.